اهلا بيكم في حلقه جديده. اتكلمنا عن الكورس الجديد اللي هو سميناه الوان المزيكا او انواع المزيكا او كده، وخدنا فكره عامه عن معظم الحاجات. اتفقنا ان في مثلا بوب ميوزك، روك ميوزك، مش عارف ايه، لاتين، حاجات كتيره قوي. قلنا في الكورس ده هنمسك نوع نوع نتكلم عنه شويه بالتفصيل، او يعني نعرف عنه اكتر شويه. النهارده هنتكلم عن الروك ميوزك. الروك ميوزك من اكتر المزيكات اللي مشهوره بشكل فظيع على مستوى العالم. الروك ميوزك بدأ من 1950، فهو قديم، يعني مش جديد خالص. الروك ميوزك يمكن أقدم من كده كمان، فمن الخمسينات والستينات ظهر حاجة اللي هي بقى الروك اند رول وحاجات، وإلفيس بريسلي وحاجات زي كده، واللي هي المزيكا الروك كانت مشهورة قوي في الخمسينات والستينات وكملت للسبعينات، وبعد كده ابتدوا يطوروها وحاجات كتيرة. فده الجزء التاريخي اللي عايزين مثلا نعرفه، فنعرف ان الروك دي مزيكا من زمان قوي، وابتدت طبعا تتطور زي ما كل حاجة بتتطور. طيب لو انت جات لك اغنية نفسك تعملها روك، التيمبو بتاعها بيكون ايه؟ سرعتها قد ايه؟ الروك دايما بيلعب في السرعة من 110 ل 140، بيبقى ساعات اسرع شوية ساعات ابطأ شوية. مش معنى كده ان في ناس برضو بتعمل روك اقل من 110، مش كده يعني، ما يبقاش غلط مثلا، ماشي شغال، بس يعني هو ايه السرعة المتعارف عليها في الروك من 110 ل 140، لان سرعة الاغنية برضو التيمبو بيحدد لون المزيكا. ده هنعرفه في حاجات بعد كده لما ندرس مثلا انواع مزيكا تانية، هتلاقي مثلا نوع تاني بيلعب في رينج معين من التيمبو. يبقى لو انت حبيت تعمل مزيكا روك او حاجة عشان تبقى زي الاوريجينالز، يعني العب من 110 ل 140. طبعا ده هيفيد جدا الموزعين والملحنين لو انت خيالك في السكة دي كده. طيب ايه اللي يميز الروك عن بقية الوان المزيكا؟ يعني امتى اسمع الاغنية دي اعرف كده ان هي روك؟ الالات بتميز قوي الروك. طبعا هي مش من نوع المزيكا الهادية، هي من نوع المزيكا الصاخبة شوية زي ما بيقولوا، فدي مش عايزة هدوء وعايزة حاجات زي كده. فمثلا لازم هيكون عندك في الروك، هيكون عندك الكتريك جيتار، لازم هيكون عندك بيس جيتار، لازم هيكون عندك درامز، لازم هيكون عندك كيبورد. وممكن بقى يزودوا عليه، يعني بعد كده في المزيكا الحديثة بقوا يزودوا ألوان مزيكا مختلفة عن بعض، بس أساس تكوين فرقة الروك إيه؟ لازم يكون عندك إلكتريك جيتار، لازم يكون عندك بيس جيتار، لازم يكون عندك درامز، لازم يكون عندك كيبورد. وطبعا الإلكتريك جيتار بقى بالإفكتات بتاعته بقى، بالديستورشن، بالحركات، بالكلام ده كله، وبيستخدموا بقى الباور كوردز، وبيستخدموا سولو في النص، لازم تلاقي الجيتاريست في النص كده راح عامل سولو للجيتار، إلكتريك جيتار يعني. البيت بيبقى مميز جدا في الروك، بتلاقيه بيت جامد كده وناشف وصاخب، وهتلاقي الكيتس نفسها بتاعة الروك مختلفة، يعني حتى لو حد بيوزع ولا حاجة وانت في برامج التوزيع هتلاقي مثلا انواع الدرامزات، ده مثلا ايه جاز كيتس، ده روك كيتس، لا ده مش عارف بوب كيتس، ده حاجات زي كده. هتلاقي كل حاجة ليها كيتس معينة، الكيتس دي اللي هي التيونينج بتاع الدرامز، يعني بتشد شدة معينة بحيث ان هو يطلع لك اصوات صوت روك اكتر من ان هو مش ناعم مثلا، او لا ده صوت ناشف مثلا. هتلاقي السنير ليها صوت معين، يعني السنير بتاعت الروك غير السنير مثلا بتاعت نوع تاني من المزيكا. الكيك بتاعت الروك هتلاقيها نوع تاني، الميكس بيبقى مختلف برضو مع مهندس الصوت. فكل حاجة لازم تبقى عارف معلومات عن مثلا عن الروك، لو انت مهندس صوت، لو انت موزع، لو انت ملحن، عشان تبقى داخل عارف هتعمل ايه. طيب اتفقنا ان بيستخدموا كمان الباور كوردز. باور كوردز دي الحاجه بتلاقيها مثلا صوتها قوي جدا في الجيتارات كده، وهنسمع طبعا امثله في اخر الحلقه. هسيب لكم شويه امثله، وفي الديسكريبشن هتلاقوا لينكات لاغاني روك، وهتلاقي دايما ان انت سامع الالكتريك جيتار والدرامز والبيانو والحاجات زي كده. طيب تعالوا نعرف انواع الروك. هو الروك روك وخلاص كده؟ لا، ده في انواع كتيره قوي. في حاجه اسمها سلو روك، في حاجه اسمها هارد روك، في حاجه اسمها كلاسيك روك، في حاجة اسمها كانتري روك. طب يعني ايه كانتري روك؟ ما في نوع اسمه كانتري وفي نوع اسمه روك، ده اللي هو بقى بيدخلوا الثقافات في بعض. كانتري روك فمثلا هتلاقي مثلا باند بيلعب روك صريح اللي هو العنيف جدا، وفي ناس مثلا بتلعب ايه سوفت روك، في بوب روك، في فانك روك، في الترناتيف روك، في انواع كتيرة من الحاجات دي. الاسامي اللي انا بقولها دي ممكن تدور عليها، مثلا ايه تدور على كلمة هارد روك واسمع على اليوتيوب، جرب اقعد اسمع واملى ودنك وتعرف على الهارد روك ده ايه. طيب هنلاقي ان الفوكال بتاعهم الراجل اللي بيغني دايما في فرقة الروك هتلاقي دايما صوته مش ناعم خالص، يعني مثلا ما ينفعش صوت حنين كده يغني لك روك، لا ده هتلاقيه دايما الاصوات دي بتبقى بيختاروا الصوت ده، بيكون الفوكاليست بتاعهم يعني جامد ناشف.
ولانه بيعمل الحاجات بصوته قويه ويزعق ويعمل هاي نوتس، وفي ساعات بيصرخ وساعات حاجات زي كده، فبتلاقي صوته كمان عشان يبقى مناسب مع نوع المزيكا ده. فتلاقي نوع المزيكا ده مش يعني مش في اغاني السوق قوي، مش هتلاقي مثلا كتير مثلا عمرو دياب مثلا، تامر حسني، حماقي، مش هتلاقيهم عاملين مزيكا روك كده. بس ممكن الموزع بقى تبقى شطاره الموزع، يبقى عامل مثلا اغنيه ويروح في النص قالب الدنيا، عامل درامز بالمزيكا والسولو جيتار الكتريك وبتاع وكده، فيبقى عمل لي مود الروك هنا، لكن اساس الاغنيه كلها مش روك، لان في الروك ده يبقى مثلا روك باند، الباند ده بيلعب روك بس. طيب عايزين نعرف شويه حاجات بقى عن الناس المشاهير بتوع الروك. مين اشهر حد بدأ في الروك زمان؟ اللي هو طبعا إلفيس بريسلي، اللي هو الروك اند رول والحاجات السريعه دي. عندنا فرقه طبعا اسمها ذا بيتلز، مشهورين جدا جدا، من اكتر الفرق المشهوره على مستوى التاريخ، بيلعبوا روك برضو. في باند طبعا اسمه ليد زيبلين، ده مشهور جدا، اي سي دي سي. بس الناس دي ليها جمهور وشعبيه رهيبه، كل محبين الروك عاملين شعبيه رهيبه، هتلاقي الناس بتتنطط في الحفلات وبيقلعوا هدومهم ومجانين، وواحد يركب لك قرنين ويعمل كده، وواحد بيمسك الجيتار ويقعد يلعب بيه ويقع على الارض، وبهدلوا نفسهم في الحفلات والحاجات، حاجه فظيعه، بيبقى عندهم طاقه رهيبه، وتلاقي المزيكا اصلا ناشفه كمان صاخبه قوي، فايه بيبقى المود كله كده. بينك فلويد طبعا، جانز ان روزز، هتلاقي فرقه كوين دي حاجه في القديم شويه، ايجلز شويه بقى اللي بيلعبوا ايه روك على كانتري شويه، فهو ده مثلا كانتري روك، هتلاقي اغنيه تانية عندهم صريحه روك، حاجات زي كده يعني. في ايرون ميدن، لازم نعرف الاسامي دي. طب دلوقتي ايه ده، انا هسمع كله انجليش كده، فين العربي بتاعنا؟ ما هو الفكره في كده بقى الثقافات، لان يعني الروك ده كان اساسه في امريكا وفي انجلترا، وبعد كده بقى اتطور طبعا واتنقل على مستوى العالم والكلام ده كله، فهتلاقي الفرق معظمها طبعا فرق اجنبيه، ومن هنا تبتدي انت تطور نفسك، تطور ثقافتك. اوعى تقول مثلا انا ايه، انا مثلا عربي افضل اسمع شرقي بس، لا اتغير، اسمع مزيكات مختلفة عشان دماغك تتغير، تفهم ايه الروك، ايه البوب، ايه الجاز، ايه الحاجات دي كلها، هتلاقي نفسك بتطلع ألحان جديدة، توزيعات جديدة، فكر جديد، كل الكلام ده. اخر حاجة عايزين نتكلم عنها، ازاي توزع اغنية روك او استخدمه ازاي. حاسس ان الثقافة هي حلوة بس مش قريبة من ثقافتي، مش عارف استخدمه، اعمل ايه؟ اول حاجة لازم تسمع كتير جدا، اقعد اسمع مثلا النهارده او من اسبوع، اقعد اقول انا هذاكر اسبوع روك بس، اقعد اعرف مين الناس اللي بيلعبوا روك، مثلا زي بيتلز، زي اي دي سي، اي سي دي سي، زي فرق كتيره من اللي انا قلتها دي، وكده كده هسيب لكم كذا لينك في الديسكريبشن، يبقوا خشوا اسمعوا شويه اغاني روك. الاغاني الروك بيستخدموها بقى مثلا في مصر في الاغلب في الاغاني الاندر جراوند، اللي هي مثلا البندات اللي طالعه جديد، اللي الناس اللي بيعملوا حفلات في الساقيه، في الحاجات زي كده، جيتارات بقى وحركات وكده، بس مش هتلاقيها قوي في اغاني السوق، لان ايه يعني هي اغاني شويه بتاعت باندات اكتر يعني، بس ليها شعبيه جديده، والناس بتوع الروك مجانين يعني، شعبيتهم رهيبه، خصوصا طبعا بره مصر، في امريكا ناس بتعشق الروك. طيب نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ اهم حاجه تسمع، السمع، تسمع تسمع تسمع، هتلاقي نفسك بعد كده بتبتدي تطلع مود زي كده. لو المود مش مناسبك ممكن تاخد حته مثلا تحطها في اغنيه، فتبقى الاغنيه شرقي عاديه جدا، وتروح عامل قلبه في النص كده مثلا بالدرمز وبالالكتريك جيتار وبتاع، تلاقي الدنيا قلبت معاك مود الروك، فيبقى ثقافتك زي ما هي، اغنيتك زي ما هي. طبعا عمرو دياب عامل حاجات زي كده كتير في اغاني، مش عمرو طبعا اللي عاملها، بيبقى الموزع بقى هو اللي ليه الخيال ده، الاغنيه ماشيه شرقي خالص عاديه مفيش مشكله، ومره واحده يروح عامل بريك بالدرمز، يروح داخل بالالكتريك جيتار والباور كوردز وبتاع، قلب له المود، وبعدين يروح راجع تاني مثلا عادي. ده معمول مثلا زي اغنيه هيعيش يفتكرني الجديده دي، معموله كده، هتلاقي في الاخر سولو وجيتار وفي اغاني طبعا كتير، بس انا مش هفتكر كله دلوقتي، بس ده اللي عايزين نعرفه عن موسيقى الروك. طبعا ما يعتبرش اتكلمت عن كل حاجه في الروك كده، والا هظلمه يعني، الروك مزيكا خطيره وعالميه جدا يعني، انت بس ايه قلنا الحاجات الاساسيه، وعايزكم بقى تخشوا مثلا تكتبوا روك ميوزك، وثقفوا نفسكم يا جماعه، اعرفوا يعني ايه روك ميوزك بكل انواعها، واسمع وجرب حظك وبتاع، ممكن تتخصص في حاجه في لون من الوان المزيكا، او على الاقل هيبقى عندك فكره عن كل لون بيعمل ايه او حاجات زي كده، هتسمع مزيكا بعد كده تقول اه دي روك، دي جاز، دي بوب، دي كذا، دي كذا، بس كده. اشوفكم على خير.